أنا آسف يا صديقي أنني أخبرك هذا الأمر، ولكنني عندما أستيقظ سيكون قد مر على موتك مئات السنين. ستكون من العدم، ولكنني سأتذكرك دائما. كنت أود أن أقول إلى اللقاء، ولكن هو إلى الوداع. مع السلامة يا صديقي. السلام عليكم، أنا محمد غنايم، كيف الحال أحبتي في الله؟ أسأل الله أن تكون أنت وأهلك بخير. كيف الشتاء معكم؟ الأجواء لدينا هنا ماطرة، وأحببت في هذه الأجواء أن أدردش وإياكم حول حوار حدث بيني وبين شخص يرغب في الانتحار. فبداية نسأل الله أن يكون هذا الشتاء مبارك، وأن تكون هذه الأمطار صيبا نافعا بإذن الله تعالى. المهم، يقول ذلك الشخص في رسالة مفادها أنه سئم الحياء ويرغب في الانتحار بهذه البساطة. فقلت له مستعطفا إياه: يا أخي، اعلم أننا نحبك ونريدك معنا بالجنة إن شاء الله، فإزهاق النفس جريمة والعياذ بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فقال: يا أخي أنت لا تفهمني. فقلت له: أرجوك أفهمني، ما الأمر؟ قال: أنا مكتئب من 5 سنوات، وحاولت كل الطرق لكي أشعر بالحياة فلم أستطع، وحتى أنني أساسا مهندس ووضع المادي والاجتماعي جيد، ولكنني لا أشعر بلذة في هذه الحياة، وأريد أن أهرب من هذا الشعور ومن هذا الواقع بالانتحار. هنا سادت لحظة من الصمت، أدركت بها أنه ربما يكون ملحد، لأن المؤمن يؤمن بوجود هدف له في هذه الحياة، ولماذا هو موجود عليها في المقام الأول؟ وبالفعل اتضح أنه كذلك. فطلبت منه أن يتابع بعض القنوات اليوتيوبية التي قد تزيح الغمام عن عقله، مثل قناة البينة في مقارنة الأديان والرد على الشبهات، ونصحته بعض الكتب، وأنهيت حواري معه بجملة: أرجوك لا تنتحر، عطفا ورحمة بحاله. القصة ليست هنا أحبتي في الله، القصة أنني بعد أن أنهيت حديثي معه قرأت في سورة الكهف عن أصحاب الكهف، وحدث ترابط غريب في عقلي بين الانتحار وبين قصة أصحاب الكهف. يعني هؤلاء أشخاص كانوا في سبات عميق لأكثر من 300 عام، وهم ذهبوا إلى الكهف في المقام الأول هربا من ذلك الحاكم الظالم. والمنتحر لو نظرنا له من زاوية مختلفة نجد أنه يتجه إلى الانتحار هربا من واقعه السيء الذي قد يكون أحد أسبابه الإلحاد. فكلاهما قد هرب من واقع لا يعجبهما. صحيح، فما رأيك أيها الراغب بالانتحار لو وضعناك في كبسولة وأدخلناك في سبات عميق لأكثر من 300 عام، ثم بعد ذلك أيقظناك لتجد الحياة بمعالمها الجديدة؟ ربما تتغير نظرتك حولها، ولكن انتبه، عندما تستيقظ سيكون كل من تعرفهم قد مر على موتهم مئات السنين، ولن يعرفك أحد. ولكن السؤال الآن: هل يوجد مثل هذا الخيار الآن حقيقي على أرض الواقع؟ يعني أن تنام وتستيقظ بعد مئات السنين. في عام 1988 أصيب شاب يدعى مارتن يوستوريوس بغيبوبة استمرت ل 12 عام. كان والداه يعتنيان به طوال تلك المدة، بعد أن أكد الأطباء أن الموت الرحيم الحل الأفضل لحالته. ولكن كيف أخبركم إياها الآن؟ مارتن دخل الجامعة وتخرج وتزوج وأصبح كاتب مشهور، ويمتلك الآن شركة خاصة به، بل وشارك في تيدكس كمتحدث. هذا الأمر يعطينا بصيص أمل في الحياة نفسها. ولكن معجزة كمعجزة أصحاب الكهف هل يمكن أن تتحقق على أيدي العلماء والأطباء هذه الأيام؟ أنا شخصيا أرجح ذلك، لأنه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، وبالضبط في غزوة مؤتة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه بأحداث المعركة وهو في المدينة، والمعركة كانت في الشام. كانت هذه معجزة في ذلك العصر. وفي يومنا الحالي يمكن لأحدنا أن يكون في مشارق الأرض والآخر في مغاربها، ويتكلمان كأن المسافات بينهما تلاشت بسبب التقدم الحاصل في التواصل. فهذا أيضا يعطينا بصيص أمل أن مثل معجزة أصحاب الكهف يمكن أن تتحقق في المستقبل، والله على كل شيء قدير. وبالفعل أكثر من 370 شخص و200 حيوان وضعوا في حاويات تسمى بديوار على درجة حرارة 196 درجة مئوية تحت الصفر، ولم يتم إيقاظهم إلى الآن. لكن السؤال الآن: إذا تم تجميدك لأكثر من 100 عام، كيف سيكون شعورك بعد العودة للحياة في المستقبل؟ في قصة أصحاب الكهف عندما استيقظوا شعروا أنهم ناموا فقط يوم كامل أو أقل قليل، كما قال الله سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. وهذا أمر جيد، يعني تخيل أن تنام وتستيقظ تجد نفسك بعد 100 أو 200 أو 300 عام.
الأمر بهذه السرعة. فتخيل عندما تستيقظ في المستقبل تجد أن العيش أو الحياة على الكواكب أصبحت أمر عادي، وأن السفر بين المجرات أصبح كما السفر بين البلدان العالم. هذه الأيام أصبحت الأجهزة الإلكترونية منتشرة بكل مكان، وأصبح الآليين يقومون بكل الوظائف عنا، أو على العكس تماما، وجدت العالم في دمار كامل وانقطع الكهرباء، وعدنا إلى عصور ما قبل التاريخ بسبب نزاعات البشر وتدميرهم لأنفسهم بالنووي أو الهيدروجين أو أي أسلحة أخرى قد وجدت في ذلك الزمان. فما أنت بفاعل وما نحن بفاعلون؟ باختصار، شعورك سيكون كالآتي: ستشعر بالوحدة التامة، ستتذكر وجه أبيك وأمك ولكنه سيكون قد مر على موتهم مئات السنين، ستعود إلى منزلك باحثا عنه ولكنه لن يكون موجود، ستكون المعالم قد غيرت كل شيء هناك، ستبحث عن أي علاقة تربطك بالماضي، إخوتك، أصدقائك، ولكنك لن تستطع. المكان والزمان اختفوا، وهذا أمر صعب، قمة الحزن، قمة الوحدة. صحيح، حينها ربما ستفكر بالانتحار وليس الآن. لذلك أيها الراغب بالانتحار، تأكد أنك لن تجد اللذة في السبات الطويل الذي تخيلناه الآن، فما بالك لو بحثت عنها في الانتحار نفسه؟ والعياذ بالله، فمن المؤكد أنك لن تجد ما يسرك بعدها. لذلك عش كما أمرك الله، وقدر تلك الهبة، هبة الحياة، واعلم أن لك هدف في هذه الدنيا فاسعى له. ولكن بعيد عن الموضوع، لنكمل تخيلنا قليلا. يعني تخيل أن يشاهد هذا المقطع بعد 300 عام من شخص اتجه إلى السبات الطويل واستيقظ بعد 300 عام. فأرجوك أيها المستقبلي، استطعت الرجوع بالزمن، تعال إلى هنا وأخبرني أنك من المستقبل، وكلمة السر اجعلها أصدقاء محمد غنايم، أخبرني بها، أعلم أنك من المستقبل. أعتقد يكفي تخيل، ولكن قبل أن ننهي شاركني برأيك في مكان التعليقات. لو أن هناك تجربة حقيقية للسبات الطويل، هل تشترك بها؟ ولماذا؟ بانتظار قراءة آرائكم وتعليقاتكم في خانة التعليقات، ودمتم في أمان الله.